ازيكم يا سنة خمسة؟ النهاردة هنعرف يعني ايه اشكال متماثلة ومحور انعكاس. الاشكال المتماثلة دي هي اشكال بيكون ليها خط تماثل ويقسمها من النص الى شكلين متماثلين، خلاص؟ طيب الاشكال المتماثلة زي ايه؟ عندي زي مربع، مستطيل، مثلث متساوي الساقين، مثلث متساوي الأضلاع، شبه منحرف متساوي الساقين. المعين الدائر، خلاص. طب ايه دي الأشكال اللي أقدر أرسم لها خط تماثل؟ المربع عنده كم خط تماثل؟ المربع عنده 4 خطوط تماثل، ويكون بيترسموا بالشكل ده. ونعرف يترسموا ازاي عشان ساعات بيسألني عليها في الامتحان. خط من هنا ومن هنا والقطرين. المستطيل عنده خطين بس، واحد كده والتاني كده، والقطر في المستطيل مش خط تماثل ليه. مثلث متساوي الساقين عنده واحد، واي شكل متساوي الساقين بيبقى عنده خط تماثل واحد. مثلث متساوي الاضلاع بيكون عنده 3، شبه منحرف متساوي الساقين. متساوي الساقين قلنا اي حاجه متساويه الساقين بتكون عندها واحد. المعين عنده 2، وهما القطرين بتوع الشكل. اما الدائره عدد لا نهائي. الدائره عندها عدد لا نهائي، اي قطر في الدائره بيكون خط تماثل ليه. يبقى الدائره عندها عدد لا نهائي. عندي كمان سداسي منتظم، عنده 6، وعندي خماسي منتظم عنده 5، وعندي لو عندي نصف دائرة الشكل كده هي 1 بس، خلاص. نحفظ كل شكل بعدد خطوط تماثله. نشوف ايه برضو الاشكال الغير متماثلة. انا عندي اشكال غير متماثلة زي شبه منحرف عادي مش متساوي الساقين، عندي متوازي الاضلاع. دول اشكال غير متماثلة، يعني عدد خطوط تماثلهم 0. يعني اسألك عن عدد خطوط التماثل بتاعتهم كام؟ 0. خلاص يا سنة خمسة، يا ريت نحفظهم كويس لانهم بيجي يسألني عليهم في الامتحان. بعد كده بيقول لي في كل من الاشكال التالية ارسم محور انعكاس. محور الانعكاس ده بيكون عامل ازاي يا سنة خمسة؟ بيكون عامل شبه المراية بتاعتي. يعني لو انت باصص في المراية بتشوف صورتك الناحية التانية بس بتكون معكوسة، صح؟ طيب محور الانعكاس ده، وبيكون المسافة بينك وبين بين المراية قد المسافة بين المراية وصورتك. يعني لو قال لك هنا ارسم محور الانعكاس في كل من الاشكال الاتية، يبقى لازم يكون محور الانعكاس ده في النص بالظبط بين الشكلين. يعني الشكل الاولاني هلاقي محور الانعكاس في النص، ما بينهم بالظبط، خلاص. يعني ما بين الشكل والمحور مربع، برضو ما بين الشكل والمحور التاني، ما بين صورته والمحور برضو مربع. محور الانعكاس هنا برضو هيبقى في النص ما بينهم بالظبط، خلاص. هنا برضو في النص ما بينهم. يبقى صورتك، يبقى المحور الانعكاس لازم بيكون في النص ما بين الشكلين، شبه المراية كده بالظبط. نشوف كده مثال. هنا عايزه اعكس الشكل ده في محور الانعكاس بتاعي. يقول لي الشكل الاولاني هو المستطيل. الاول هعمل ايه؟ هبدا انقل راس من رؤوس المستطيل. اول راس عندي اللي هي السين، طب صورتها تبقى فين؟ هي موجوده على المحور اصلا، موجوده على المرايه بتاعتي، يبقى صورتها بتكون نفسها. وبيجي سؤال في الامتحان، اذا كانت الف تنتمي للمستقيم لام فصورتها بالانعكاس بتكون ايه؟ بتكون ألف برضو، ما تتغيرش. طيب نشوف الصاد، أنقل الصاد، أعمل إيه؟ أبدأ أعد من الصاد لحد المستقيم بتاعي اللي أنا بعكس فيه. 1 2 3، مشيت 3 خطوات، أمشي شبههم من الناحية التانية. أدي 1 2 3، يبقى مكاني هنا. طب الصاد دي هيبقى اسمها صاد شرطة. النون عد
واحد اتنين تلاتة، يعني ناحية تانية واحد اتنين تلاتة، مكان النون هنا اسمها نون شرطة. وبصله. طب والسين والميم مكانهم زي ما هما لأنهم يقعوا على محور الانعكاس. نشوف التاني، الألف على محور الانعكاس يبقى صورتها هي نفسها مش هتتعكس. نشوف الب، نعد ما بين الب واللام كام مربع؟ واحد اتنين تلاتة أربعة. الناحية التانية واحد اتنين تلاتة أربعة. وأنت بتبدأ العد ببدأ أعدي من على المحور، يعني بقيس المسافة بين محور الانعكاس والنقطة. يعني مكان الب الجديدة هنا ب شرطة. طب الجيم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، الناحية التانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، مكان الجيم هنا جيم شرطة. ولازم النقطة وصورتها بيكونوا قصاد بعض بالظبط هي سنة خمسة، يعني الجيم وصورتها ماشيين على نفس الخط، ماشيين على نفس الخط، مفيش نقطة طالعة فوق ولا نقطة نازلة تحت. بعد كده أوصلهم ببعض كده، أنا جبت صورة المثلث. يبقى ال ب بقت ب شرطة، الجيم بقت جيم شرطة، والألف هي نفسها. هو ده الانعكاس بتاعي. ياريت نذاكر الدرس كويس ونتدرب عليه في البيت، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد.